فضيلة الشيخ، شخص يقول نعم أنا مثلا عندي عقيقة فذبحتها فأكرمت ناس من العمال بينهم مسلم وهم كفار، فهل يجوز لي إكرامهم أم لا؟ أولا العقيقة ذبيحة لله عز وجل، ولا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب بها لنفسه مصلحة. فإذا كان قد أكرم بها العمال من أجل أن يزيدوا في عملهم وينصحوا له فهذا لا يجوز. أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن، لأن الله تعالى قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.